الله وبركاته، واتمنى يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. باذن الله النهارده هنتكلم عن فرصه ممتازه جدا. بس قبل نتكلم عن الفرصه دي، حابب اوضح ان احنا كمؤسسه منح من كل الالوان بنوفر العديد والعديد من الخدمات، زي منح دراسيه مضمونه القبول في الصين، خدمه تقديم على عقود عمل في اوروبا، دورات وكورسات في هولندا، والعديد من الخدمات. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهوله. خلينا نبدا على بركه الله ونتكلم عن الفرصه بتاعه النهارده. الفرصة بتاعت النهاردة هي فرصة حضور مؤتمر، وممكن تعتبرها كأنها رحلة سياحية إلى دولة ألمانيا. طبعا دولة ألمانيا غنية عن التعريف، مش محتاجين نتكلم عنها أكتر، ولكن الفرصة دي فرصة ممتازة جدا لأنها بتفتح لك آفاق كتير جدا، وبتتعرف على ناس وشخصيات أخرى. تمام، الفرصة دي مقدمة من المؤتمر العالمي اللي هو One Young World، وده يعني اتكلمنا عنه قبل كده في أكتر من منحة، وإن هو بيتعمل في تركيا وبيتعمل في ماليزيا وبيتعمل في أكتر من دولة. فالمؤتمر المرة دي هيكون في ألمانيا، تحديدا في مدينة ميونخ. المؤتمر ده ملوش علاقة بمرحلتك الدراسية أو بالتخصص، فهو متاح لو أنت طالب بكالوريوس ماجستير دكتوراه، خلصت دراسة بتشتغل أيا يكن، مفيش أي مشكلة خالص، ومن أي تخصص برضو، من أي خلفية تعليمية مفيش مشكلة. تمام، بالنسبة كمان للفرصة دي هيتم التحدث فيها عن يعني القضايا المعاصرة وكيفية حلها، هيكون في عرض ثقافي ما إلى ذلك. الفرصة دي هتوفر لك كل حاجة من ألف للياء، بما في ذلك الإقامة وتذاكر الطيران وغيره، وخطاب قبول للمساعدة في تأشيرة ألمانيا. تمام؟ وكمان هيكون فيه أمسية ثقافية وعرض على التلفزيون كمان لأحداث وفعاليات هذا المؤتمر. من ضمن الشروط البسيطة في المؤتمر ده إن لازم يكون سنك ما بين 18 ل 30 سنة بحد أقصى، ده من ضمن الشروط. والمؤتمر ده هيضم عدد كبير جدا، أكتر من 2000 مشترك، فأنت متخيل الفرصة دي هتقبل أكتر من 2000 شخص. يعني أكتر من 190 دولة، تمام؟ فهي متاحة لكل الدول وهتقبل عدد كبير جدا، أكتر من 2000 شخص، تمام؟ بالنسبة بقى لآخر ميعاد للتقديم هو في ديسمبر، ما بين 7 ل 10 ديسمبر آخر ميعاد للتقديم، تمام؟ وبعد كده هيتم إعلان النتائج، وبعد كده طبعًا هتبدأ في التحضير للسفر لحضور الفرصة. طيب ده بالنسبة للتفاصيل الخاصة بالفرصة بشكل كامل. دلوقتي بقى هننتقل للجزء الخاص بالتقديم للفرصة، ونعرف ازاي ممكن نقدم على الفرصة دي خطوة بخطوة. ودي القناة الرسمية الخاصة بينا، طبعا هتلاقوا عليها العديد من الفيديوهات، تمام. وده الموقع الرسمي الخاص بينا بالمنح الدراسية، هتلاقوا عليه مقالات عديدة ممكن تتصفحوها، وتتصفحوا طبعا موضوعات عامة ومن نحن وآراء زورنا، هتلاقوا العديد من دي الأشياء في الموقع الرسمي. ودي طبعا المقالة باللغة العربية، أي منحة بتبقى إحنا بنشرحها على القناة بنعمل لها مقالة باللغة العربية. المقالة دي عشان تسهل على الطلاب وتسهل على الأشخاص فهم المحتوى أكتر وفهم تفاصيل المنحة بشكل أكبر، تمام. فدي المقالة. طيب عشان إحنا بقى نسجل في المنحة دي، هتلاقي في آخر المقالة هنا بعض الروابط، زي رابط قدم الآن وزي رابط خدماتنا الإضافية. الناس اللي حابة تقدم من خلالنا تضغط على رابط خدماتنا الإضافية من هنا، هيفتح معاك رابط جميع الخدمات. يعني مثلا لو أنت حابب تقدم على المنحة دي من خلالنا، هتضغط على التقديم للمنح وتضغط تقديم الآن، وخدمة العملاء هتتواصل معاك وترتب ليك كل شيء بعد ملء هذه الاستمارة، تمام. وأيضا في خدمات تانية كتيرة جدا، زي عقود العمل في أوروبا، فرص مضمونة للسفر إلى هولندا، عقود عمل في ألمانيا. ففي العديد من الخدمات ممكن تتصفحوها أيضا، تمام. عشان بقى دلوقتي ندخل للإعلان الرسمي للمنحة، هنضغط على كلمة قدم الآن. لما نضغط على كلمة قدم الآن هيفتح معانا الإعلان الرسمي، تمام. هيفتح معانا الإعلان الرسمي بالشكل ده، وأنا هحاول إن أنا كل مرة أشرح لكم منحة أحاول أترجم لكم صفحة المنحة للغة العربية عشان تسهل عليكم أكتر، تمام. فهنضغط على ترانزليشن وهنحاول نحول الصفحة للغة العربية عشان تبقى بشكل سلس وتتفهموها أكتر. فهنا بيديك نبذة عن الفرصة وإيه هي، وهتكون متاحة لمين، ومين اللي ليهم الحق في التقديم، تمام. والأعمار اللي ليها الحق في التقديم ما بين 18 ل 30 سنة، كل حاجة شرحها لك هنا. آخر ميعاد للتقديم 1 ديسمبر 2024. عشان تقدم هتضغط على كلمة تقديم الآن أو تقدم الآن. لما تضغط عليها هيفتح معاك الأبليكيشن بهذا الشكل. طبعا الأبليكيشن أنت هتلاقيه باللغة الإنجليزية، تمام، ولكن انا يعني بحاول اعمل له ترانسليشن للغه العربيه عشان يبقى سهل عليكم اكتر. فمثلا لو اخترنا ترانسليشن عملناها للغه العربيه، هيبقى الابلكيشن سلس اكتر. بيقول لك بقى حط اسمك، اسم العائله، البلد اللي انت مقيم فيها في الوقت الحالي، حط ايميلك، رقم تليفونك، عنوانك، المدينه اللي انت مقيم فيها، الولايه، الرمز البريدي، الدوله اللي انت مقيم فيها في الوقت الحالي، الجندر بتاعك، تاريخ ميلادك، الجنسية بتاعتك، لو عندك جنسية تانية بتحطها. بعدين بتضغط على الصفحة التالية،
وبيدخلك بعد كده على الصفحة اللي وراها. طبعا لازم تبقى عارف ان الموقع شوية تقيل، عشان يحمل ما بين صفحة للتانية او يفتح معاك ممكن ياخد شوية وقت، يعني ممكن ما يفتحش بسهولة كتير لو انت بتفتح من الكمبيوتر او من اللابتوب. فبالتالي عشان تتنقل ما بين كل صفحة والتانية ممكن ياخد معاك شوية وقت عشان ينقلك للصفحة اللي وراها، تمام؟ فاللي مطلوب هتلاقوه هنا يعني ثلاث صفحات، ثلاث او اربع كاتيجوريز او سيكشنز لازم تملاها. المهم دخلنا للصفحه الثانيه، الصفحه الثانيه بيكلمك على بعض الاسئله. بيقول لك المنظمه اللي انت بتشتغل فيها الان او اللي انت بتدرس فيها او اللي انت اتخرجت منها، يعني انا مثلا طالب بكتب اسم الجامعه اللي انا بدرس فيها والمنصب بتاعي طالب. طب لو انا مثلا بشتغل يبقى بكتب اسم المكان اللي بشتغل فيه والمنصب بتاعي مثلا فليكن مهندس، تمام؟ ما بشتغلش مثلا يبقى اكتب اخر حاجه اتخرجت منها واخر حاجه اشتغلتها. بعدين بيقول لك حط سيره ذاتيه عنك، يرجى تقديم وصف موجز عن نفسك بما ذلك دورك الحالي ان امكن وانجازاتك وتطلعاتك. طبعا الكلام ده تكتبه باللغه الانجليزيه، انا بس حاولت اترجم الصفحه للغه العربيه عشان تبقى سهله عليك، تمام؟ بيكلمك هنا ما هي المشكله المعقده التي تتناولها من خلال التفكير النظمي، ولماذا انت متحمس لهذه القضايا. يعني بيكلمك هنا بيسالك بعض اسئله متعمقه شويه عن وجهه نظرك على موضوع التفكير النظمي، تمام؟ وازاي انت ممكن تحل القضايا دي لو واجهتك مشكله، وازاي ممكن تفكر في المشكله بشكل سيستماتيك اللي هو بشكل منظم اكتر او في تفكير نظمي، وازاي ممكن تحل المشكله دي. فهو بيقول لك اطرح مثال، وهنا اشرح واوصف كيف تستخدم التفكير النظمي لمعالجة هذه القضايا. حط مثلا رأيك وأفكارك ازاي ممكن انت تستخدم التفكير ده انك تحل القضايا اللي بتواجهك، تمام؟ يرجى تلخيص التأثير الإيجابي الذي أحدثه عملك حتى الآن بإيجاز، يرجى تضمن إحصائيات التأثير حيثما أمكن. يعني بالنسبة لعملك اللي أنت بتشتغله في الوقت الحالي أو أي شغل اشتغلته، أو حتى لو أنت ما اشتغلتش بس لو في حاجة عملتها حتى لو تطوعية في حياتك او اي حاجه في حياتك اثرت عليك واحدثت تاثير ايجابي، الحاجه دي كانت ايه وايه التاثير الايجابي اللي احدثته ليك، تمام؟ ما الذي يجعل نهجك المبني على انظمه مبتكره وفريده؟ ليه بيقول لك المبدا بتاعك في حل مشاكلك بيكون سيستماتيك او مبتكر او فريد او يونيك؟ ليه انت شايف انك مثلا مبداك في معالجه اي مشاكل بيكون مختلف؟ فبتشرح ده، تمام؟ وبيقول لك كيف تعتقد ان هذه التجربه ستساعد في تعزيز نيو ناو، وخاصه من خلال برنامج One Young World Summit 2025، لماذا ترغب في حضور هذا المؤتمر؟ بيقول لك ازاي انت شايف ان المؤتمر ده هيساعدك، وليه عايز تنضم للمؤتمر ده. بيقول لك يرجى تقديم اي روابط لموقع ليب او مدونات او حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتقد انها تتصل بطلبك. يعني لو عندك مثلا اكونت على انستجرام، على الفيسبوك، على تويتر او اي حاجه، مثلا تخليهم يفهموا ان الشخص ده مثلا الكاركتر بتاعه هكذا، او الشخص ده مثلا عنده متابعين، او الشخص ده مثلا بيتكلم عن قضايا معينة، او في الحساب بتاعه اكتف. فحاجة زي كده ممكن تحطها برضو بتفيد جدا، بتعرفهم ان الشخص ده ذو رأي وذو مثلا ايه شخصية، تمام؟ بعدين بندخل على الصفحة التالية. في الصفحة التالية بيبقى برضو مطلوب مننا بعض الأسئلة، بس دي أسئلة اسمها معلومات إضافية. بيسألك بعض الأسئلة الإضافية، مثلا عرفت عننا إزاي، الكلام ده كله بتبقى أسئلة إضافية، تمام؟ فهننتظر الصفحة تحمل وبعدين ندخل على السكشن اللي ورا. السكشن اللي ورا حاجة اسمها معلومات إضافية، تحمل معانا الآن الصفحة. طبعا لازم تنتظر، بتفضل تعمل لودينج كده بالطريقة دي، وبعد كده بتدخلك على الصفحة اللي وراها، فلازم تبقى صبور شوية. دخلنا دلوقتي على الصفحة اللي وراها، حاول برضو ترجمها ليكو، تمام؟ بيقول لك هل تعتبر نفسك من السكان الأصليين؟ فطبعا أنا طبعا مش فاهم السؤال بالعربي، فحاول أترجمه للإنجليزي عشان أفهمه أكتر، لأن أنا مش فاهم السؤال بالعربي، تمام؟ Do you identify yourself as an indigenous person؟ فبتختار no، تمام؟ طبعا على حسب يعني، بس أنا كرأيي تختار no. وبعد كده ازاي سمعت عن الفرصة دي؟ هتحاول ترجم الصفحة تاني للغة العربية. ازاي سمعت عن الفرصة دي؟ فممكن مثلا تختار اذر اخر، وتروح حاطط بقى هنا اسم المؤسسة بتاعتنا scholarships everywhere، تمام؟ بي اسم المؤسسة بتاعتنا. بيقول لك اذا تم ترشيحك، من رشحك المنحة الدراسية؟ مين اللي عرفك بالمنحة دي؟ فممكن تكتب تاني برضه scholarships everywhere، تمام؟ كيف ترغب في ان يتم التواصل معك؟ لما يتم قبولك عايزهم يتواصلوا معك ازاي؟ فممكن تختار البريد الالكتروني ورقم التليفون، تمام؟ وبعد كده بقى بتضغط تسجيل. طبعا الصفحه الاخيره دي خلاص انت بتكون كملت ابلكيشن. انت كده هنا بقى بعد ما بتملى كل ده بتضغط على كلمه تسجيل سبميت، اللي هي سبميت،
تمام لو بالانجليزي، هيظهر معانا كلمة ريجستر، تضغط على موافقة على الشروط والأحكام وتضغط ريجستر، يبقى أنت كده سجلت بنجاح للفرصة. تمام، ده شرح الأبليكيشن بكل بساطة. طبعا أهم حاجة الأسئلة المقالية دي مهم جدا، اللي بتعرفهم طلب عن التاني. ولو حابين تقدموا من خلالنا ونساعدكم في ملء جميع المقالات وكل شيء، ممكن إن شاء الله ونساعدكم كل شيء بشكل احترافي. كده كل شيء واضح، أتمنى التوفيق للجميع. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.